على صعيد متصل، أكد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخر وزير الصناعة والتجارة على عمق العلاقات الاقتصادية المتينة التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات الكبيرة التي تمتلكها الهند وخصوصا في القطاع الصناعي بما يحقق التطلعات والغايات المرجوة. جاء ذلك خلال اجتماع سعادة وزير الصناعة والتجارة بالسيد سانجيف باجاج رئيس اتحاد الصناعة الهندية، وجرى خلال الاجتماع بحث واستعراض العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط البلدين الصديقين. واستمع سعادة الوزير إلى شرح مفصل حول دور ومهام اتحاد الصناعة الهندية الذي أسهم في تطوير القطاع الصناعي وخلق شراكات جديدة في إطار الاقتصاد الجديد والمستدام لهذا القطاع.